السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشتركات العزيزات، أهلا بكم في قناتي، أهلا بكل المشتركات الجدد، وأهلا بالمشاهدات اللي ما اشتركوش يشتركوا يفعلوا الجرس ولا تنسوا اللايكات. يفلكم جديد اليوم بإذن الله، راح نديروا روز بطريقة لذيذة جدا، والدجاج من بعد نحيناه حمرناه ويجي لذيذ جدا، يعني هو من الشرق. انا عندي الدجاج، ديروا على حساب العائلة تاعكم. عندي بصل مقطع دوائر، عندي زوج حبات طماطم قشرتهم وقصيتهم مكعبات، عندي فلفل حار، في يحب الحار انا نحب ندير الحار، يعطي بنة نكهة، وثوم، اوراق رمد ولا الغار، وقرنفل، حبات قرنفل وحبات هيل، وهنا التوابل المشكلة، زنجبيل وكمون وقرفة وراس الحانوت وكركم وعندي نبدأ نحمر الدجاج. عندي أيضا زعتر شعرة نديرو مع الرز، وعندي طماطم مصبرة ندير ملعقة صغيرة. هنا نحمر الدجاج تاعي شوية وبعدين نحيه ونضيف هذاك البصل باش يتقلى، والثوم يعني، خاصة اللي يحبوا توابل أو يجي هايل. أنا نحب الرز بكل طرق، خاصة برك كاين الرز البسماتي. هنا أنا أضفت الفلفل الحار، الثوم، ورق الغار، وأعواد قرنفل، والهيل، حبات هيل، وهنا أضفت الطماطم هذيك اللي قطعتها، ونقلي جيدا، ونضيف التوابل. درت شوية كزبر، شوية قرفة، شوية كمون، شوية راس الحانوت، هو فيه التوابل الكل، وزنجبيل مطحون، وفلفل حار أيضا أحمر. وهنايا بعد ما تقلى لي جيدا نضيف هذاك الدجاج ونمرق، نغطي الدجاج بالمرق ونغطيه ينضج. هنا عندي هذه الخلطة، هذه راح من بعد ندير هذا باش نحمر بها الدجاج. ملعقة صغيرة طماطم مصبرة، شوية زيت، شوية موتارد أي مستردة، وشوية مارجرين أو زبدة، خلطهم جيدا، وأضفت شوية توابل مشكلة باش تعطي النكهة مليح. وعندي هذاك الرز البسماتي، أضفت هذاك الزعتر الشعرة، وأضفت شوية ماء ل10 دقائق، من بعد صفيته من الماء باش من بعد كي ينضج الدجاج نحيه ونضيف الرز ونخليه. ندير 1.5 كيلو مرق مع 1 كيلو أرز، وعندي جزر مبشور وزبيب، هذوك بعدين راح نقليهم في مقلاة باش نزين بيهم الروز تاعي، يعني والنكهة تاعه راهي تجي رائعة جدا. ان شاء الله لما تشوفوا الفيديو تجربوه. هنا دهنت بهذاك الخليط، وضيفوا شوية ملح، واضيفوا الخليط هذا، دهنوا به جيدا الدجاج، ودخلوه وشعلوا من فوق النار وحمروه جيدا.
من جهتي. وطبعا انا درت الملح في المرق، انا ما سميتوش من الاول، كي لحت البصل اضفت الملح باش يذبل. هنا هاو حمار الدجاج جيدا في الفرن، يجي لذيذ بهذيك الخلطة. وهنا هاو الأرز تاعي مقدمته مع هذيك الخلطة اللي قليتها تاع الجزر المبشور والزبيب ومع الدجاج. وبالصحة والراحة إن شاء الله تجربوه وتردوا لي خبر. وفي وصفة أخرى إن شاء الله من وصفاتي. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي أمان الله.